يجري تعقب أكثر من 200 شخص في 27 ولاية أمريكية نظرا لاحتمال إصابتهم بعدوى نادرة من فيروس جدري القرود، ويخشى المسؤولون أن يكون هؤلاء الأشخاص قد تواصلوا مع رجل من تكساس جلب المرض من نيجيريا في وقت سابق من هذا الشهر وتم نقله إلى المستشفى. ننتقل إلى رانيا دريدي ومعلومات أوفى عن هذا الفيروس، ثم نبدأ النقاش. إليك رانيا. شكرا ديما. المعركة بين الإنسان والأوبئة تزداد ضراوة حتى باتت أخبار الإصابات والضحايا تقض مضاجع الجميع. في الولايات المتحدة وضعت السلطات الصحية نحو 200 شخص في 27 ولاية تحت الرقابة بسبب احتمال إصابتهم بمرض يطلق عليه جدري القرود الفيروسي المعدي. الخطوة جاءت بعد تقارير أفادت بانتقال العدوى بوساطة أحد سكان ولاية تكساس أصيب بالمرض في نيجيريا في وقت سابق من شهر يوليو الحالي. جدري القردة هو مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ، ينقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان، وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، وقد يفضي في ما نسبته 10% من الحالات إلى الوفاة. ومع أن الجدري كان قد استؤصل في ثمانينات القرن الماضي، فإن جدري القردة لا يزال يظهر ظهورا متفرقا في بعض أجزاء إفريقيا. أول حالة إصابة بشرية سجلت في عام 70 من القرن الماضي بجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى صبي عمره 9 أعوام كان يعيش في منطقة استوصل منها الجدري قبل ذلك التاريخ بنحو عامين. في خريف عام 2003 أبلغ عن وقوع حالات مؤكدة من جدري القردة في المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة، وهو يشير إلى أنها أولى الحالات المبلغ عنها للإصابة بالمرض خارج نطاق القارة الإفريقية، وتبين أن معظم المرضى المصابين به كانوا على اتصال وثيق بالكلاب الأليفة. وتقول منظمة الصحة العالمية إن العدوى تنجم من الحالات الدالة على مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفات الجلدية. وقد وثقت في إفريقيا حالات عدوى نجمت على اتصال بالقردة أو الجرذان الجنبية الضخمة أو السناجب المصابة بعدوى المرض، علما بأن القوارض هي المصدر الأساسي للفيروس، كما يمكن أن ينتقل المرض من إنسان إلى آخر بوساطة الجهاز التنفسي أو سوائل الجسم أو غيرها. أما أعراضه فهي شبيهة بالإنفلونزا الموسمية وتظهر بعد 5 إلى 21 يوما، بما في ذلك تورم الغدد الليمفاوية وظهور طفح جلدي واسع النطاق على الوجه والجسم والحمى وشعور بالإرهاق. شكرا لرانيا على هذه المعلومات. وينضم إلينا عبر سكايب من إسكس الأستاذ الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ واستشاري في علم الأمراض بمستشفى إسكس وجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا. أهلا بك دكتور معنا. إذا هل نحن أمام سيناريو مشابه لفيروس كورونا اليوم؟ أهلا، مساء الخير وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أنا لا أعتقد ذلك، يعني هو الحالات نادرة جدا. الإصابة بمونكي فيروس بوكس فيروس هي حالات نادرة جدا كما ذكر تقريركم. هو عبارة عن حمض نووي مزدوج، اللي هو الحمض النووي في البوكس فيروس. وأعتقد عندنا في، لأن معظم الناس أخذوا لقاح اللي هو المونكي البوكس فيروس للإنسان، هيومن بوكس فيروس اللي هو الفاريسيلا بوكس فيروس. وهذا اللقاح اللي هو كان مهم جدا أخذه في البداية يعطي مناعة مطلقة لمعظم البوكس فيروس في الحيوانات. إذا يعني هو على أساس هذا اللقاح كمان اللي هو لقاح الجديري اشتهر جينرس انستيتيوت في أكسفورد لإنتاج اللقاحات، لأنه هو أول من أنتج هذا النوع من اللقاح. هذه النوع من الفيروسات هي DNA viruses أو حمض نووي مزدوج، لا يوجد فيها تطورات أو mutations أو يعني تغيرات تحدث، ولذلك هي stable جدا. والمناعة التي تكسبها اللقاحات مناعة
بنسميها مناعه مطلقه absolute immunity، فلا خوف جدا على انتشار مثل هذه الفيروسات. حالات نادره كما ذكر تقريركم محدوده جدا، حدثت في مثلا ناس ذهبوا الى الاماكن الاستوائيه ورجعوا، طب وغالبا دكتور، هؤلاء الناس مناعتهم قليله. لماذا بعد نعم هذه الحالات النادرة، وكما تقول حضرتك يعني إن اللقاح يعني كافي لتغطية مناعة الجسم ضد هذا الفيروس، وليس هنالك خوف من أن تظهر متحورات له، لماذا هذا القلق اليوم؟ نعم عشان اوضح كلامي، اللقاح ضد الجديريا الانسان هو كافي للحمايه من جديري القرده والحيوانات. الخوف ان طبعا احنا في جائحه كورونا، و يعني في الاونه الاخيره تداولت مثلا انتقال الفيروسات من الحيوانات، ولذلك كان الخوف من هذا النوع من الفيروس. ولكن في حقيقه الامر هذه حالات محدوده، وطبعا لا تدع القلق بالمره، يعني لان في غالبا ممكن المناعه في هؤلاء الانسان اللي اصيبوا بالمرض تكون قد استضعفت وحصل ان هم جلبوا المرض، او ما يكونوش اخذوا اللقاح اللي هو واقي بنسبه كبيره. اللقاح اللي انا بتكلم عليه هو لقاح جديري الانسان اللي احنا كلنا اخذناه واللي هو كان مؤثر، لان نعم، هذا النوع من اللقاح يعطي مناعه مطلقه. ويعطي مناعة حتى لهذا النوع من الجدري، جدري بالظبط. القرود. وجدير الإنسان أصعب جدا من جدير الكردة، يعني جدير الإنسان في بداية الأمر بغير اللقاحات كان مصحوب بحوالي 10 ل 20% حالة وفيات، هذا جدير الكردة مصحوب فقط ب1% من الوفيات، معظم الحالات تستغرق عدة أسابيع وتعود تماما لطبيعتها، حالة واحدة فقط قد توفت من هذا جدير الكردة في الإنسان حتى الآن، يعني على مدار التاريخ كما ذكر تقريركم حالات نادرة جدا، يعني لا خوف عليها. نعم، إلا أنه طب في الولايات المتحدة اليوم هنالك يعني ما يشبه حالة من الهلع بحسب ما نقرأ في وسائل الإعلام، وعمليات بحث عن 200 شخص إن كانوا قد خالطوا شخص مسافر وكانوا معه ربما على نفس الرحلة الجوية. لماذا هذا الهلع؟ لماذا البحث عنهم إن كان المرض أو الفيروس بالفعل غير مقلق؟ نعم، وطبعا يعني هم كانوا في نفس الطائرة وكانوا يلبسون الكمامات، وهذه طبعا تحميهم لأن المرض كما ذكر تقريركم ينتقل عبر الجهاز التنفسي. طبعا يعني هو خوف من مرض في خلال جائحة تنتشر إلينا، لأن هذا النوع من المونكي بوكس فيروس ينتشر أيضا بين القوارض، والقوارض الفئران والقوارض والسنجاب مشهورة جدا في أوروبا وأمريكا، ولذلك ممكن تنشر المرض يعني إلى حد كبير. ولكن طبعا هو احتياطات، هي كما تعلمين أن هناك احتياطات في دولة زي مثل أمريكا لا ترغب في أن تنتشر جائحة أخرى أو مرض آخر في وقت صعب طبيا بالنسبة للعالم أجمع. يعني نعم، إذا دكتور، قد إيه فيروس كورونا يعني حث الدول على يعني بذل جهود إضافية للبحث في الأمراض والأوبئة؟ نعم، هو فيروس كورونا يعني طبعا أوقف العالم بأجمع وأثر تأثيرا يعني كبيرا في كل القطاعات الصحية والنفسية والاقتصادية، ويعني طبعا هذا كان غير متوقع بالمرة. لو يعني ناقشنا هذا الموضوع من كام سنة كنا لا نتخيل مدى التأثير الذي يحدث عن طريق فيروس كورونا، فطبعا هذا استدعى قلق لفيروسات أخرى مثل فيروس مثلا جدير الكردة المذكور الآن. نذكرك طبعا من حوالي 10 سنوات كان في السواين فلو او انفلونزا الخنازير، ما كانش في نفس القلق مع ان هي تصاحب وفيات كثيره. كان في ايضا انفلونزا الطيور من حوالي 15 عاما ولم تاخذ نفس الشده والقلق. يعني هي مشكله كورونا فيروس هو تحور للأسوأ. غالبا الفيروسات عندما تتحور للأسهل وتكون تحت نطاق محدود، ولكن للأسف هذا الفيروس تحور للأسوأ وأصبح مشكلة كبيرة في العالم، نعم وطبعا مصاحب بنسبة وفيات. ولكن نأمل أن نتعدى هذا باللقاحات طبعا واتباع الإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، نأمل من ذلك. يعني نأمل أن يكون ذلك فقط يعني ذكرى أو ماضي نتمنى، ولكن لا نعلم يعني هل فعلا سيحدث
تغيرات جديدة على هذا النوع من الفيروس ولا لا. من قبل من حوالي 2004 كان في اللي هو الكورونا الأولاني اللي هو السارس كوف 1، وانتهى بنقطة تحور اسمها point mutation، نقطة تحور نهت عليه تماما. ولكن هذا الفيروس مع كل تحور يسهل انتقاله، مع كل تحور له خصائص جديدة في على الإنسان. نرى أن هناك طبعا في دليل قاطع في الدول التي أخذت اللقاحات تسيطر على المرض بشكل كبير مثل بريطانيا وأمريكا، مع وجود تفشي في دلتا فيرنت الموجود. فعلى النقيض يوجد في دول مثل إندونيسيا وتونس للأسف يتفشى فيها المرض ويضغط على القطاع الصحي ويسبب مشكلة كبيرة في القطاع الصحي لعدم وجود اللقاحات المناسبة لأخذها على قطاع كبير. ولهذا يعني هذا دليل قاطع على أن اللقاحات مهمة، ونأمل أنها تسيطر على المرض، وربما يتم تعديل اللقاحات لتواكب التغيرات الظاهرة على الفيروس. نعم، إذا دكتور ضياء الدين كامل، أستاذ واستشاري علم الأمراض بمستشفى أسكس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.